صافي زعما نسيت داك الشيء. زعما دابا عاد عرفت بحق الوالدين وعاد عرفت بزاف ديال الحوايج، لانني دابا طاحوا لي جوج ديال لي بيبي، ممكن ما كنمشيش نشوف ماما لحقاش ما عندي، ما كنحس بتجاه حتى شي حاجه، ما كنحسش بداك الحنين ديال الام تجاه ليا، فهمتي؟ كنحسبها ماشي الام ديال. كاين شي ام تقولي ليها تصوري معايا وتقول لك لا، ملي جات عندي اخر مره قلت لها تصوري معايا وقالت لي لا، خافت زعما انها غادي نلوحها ولا ما فهمتش، تاثرت بزاف وصافي ما بقيتش. كنت انا كنعيط لها ولا كنسول فيها، تنقول علاش زعما حقاش انا ملي ندوات معايا النوبه الاولى دويت معها باحترام، وما زعما ما قلتش ما قلتش لها زعما انت فين كنتي شحال هادي ولا فين مشيتي ولا هذا. الجده ديالي كنشوف الجده ديالي ما كنشوفها، ما نقدرش نشوفها الشهر، ما نقدرش شهر ما نشوفهاش، فهمتي؟ هي واخا ما نشوفهاش عام دابا بالنسبه لي عادي، حيت ولا قلت لها جي عندي مرحبا بك، انا بغيت نشوفك وبغيت بغيت نشوف كيفاش دايره ولا حقاش انا ما عنديش شي تصويره ديالها. ملي جات عندي هادي كنبغي نقول كاع الامهات اللي بعيدين على ولادهم يتقربوا من ولادهم، راه حقاش نتوما اللي كتسبوا لهم بزاف ديال الحوايج خايبين.